نتقدم في تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية حق بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء الأبرار في القطيف والأحساء والمدينة المنورة وعموم أبناء الحجاز المبتلى بطغاة آل سعود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء عنده ويحشرهم مع الأبرار والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينتقم من ظلمهم وسفك دمهم الطاهر ظلما وبغيا وعدوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.